مساء الخير مشاهدينا، ونرحب فيكم عبر برنامج شباب قولوا فعل من خلال شاشة تلفزيون الكويت قناة سبورت من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وطبعا أكيد مشاهدينا مثل ما تعودوا عندنا العديد من الضيوف المميزين في برنامج شباب قولوا فعل. راح نتطرق إلى مواضيع عديدة معاهم، عندنا موضوع تغيير الحياة، عندنا مدرب معتمد راح نتحدث معه أكثر عن هذا الموضوع، وأيضا عندنا موضوع التصوير الجوي، راح يكون عندنا أيضا ضيف مميز راح يحدثنا أكثر عن هذا المجال. طبعا شيء أكيد جدا ومهم وأساسي أن الواحد لازم يعتمد في حياته على التغيير وفي التقدم، وأنه ما يتم ويكون مستمر في مكان واحد. لازم الواحد يعرف متى يتجاوز المرحلة اللي يكون هو نقدر نقول واجه صعوبات فيها إلى المزيد من التقدم والازدهار في الحياة. وأيضا فيما يتعلق في موضوع الشخص أنه يبتدي أنه يكتشف مواهب جديدة، حلو احنا اليوم راح نتطرق الى موضوع التصوير الجوي. انا الأمانة اشوف شيء جدا صعب ان انا ممكن اقدر اني اتمالك هذه الهوايه او هذه الموهبه في اني استطيع اني انا اصور، وايضا في نفس الوقت اطير مثلا في الجو او اطير اي مركبه ممكن تكون موجوده في هذا المجال. مشاهدينا نحب نذكركم اكيد بكل الاشتراطات الصحيه الصادره من وزاره الصحه فيما يتعلق في موضوع كوفيد 19. احنا لحد الان مستمرين في هذه الازمه، ان شاء الله نقدر نقول ان احنا وصلنا الى نهايتها، ولكن نذكركم باهميه ارتداء القفازات وارتداء الكمام وايضا السانيتايزرز وترك مسافه امنه بينك وبين الشخص اللي تكون انت متواجد معه في الاماكن العامه. مشاهدينا هذه كانت مقدمتنا اليوم في برنامج شباب قالوا فعل، مستمرين معكم في تقديم اكيد باقي فقراتنا ونتعرف على ضيوفنا، ولكن بعد هذا الفاصل. التغيير في الحياة ولقاء مع بدر الياقوت. فقرة التغذية مع الأخصائية سمية الإبراهيم. التصوير الجوي ولقاء مع عيسى الجدي. الفقرة الرياضية مع الكابتن عبد العزيز أمير. متابعينا في فقرة جديدة من فقرات شباب قولوا فعل. اليوم راح أتكلم عن موضوع يمكن وايد شيق بالنسبة حق وايد ناس، اللي هو موضوع الكرش. وايد ناس تعاني من الكرش حتى لو كان ما عندها زيادة بالوزن. الأغلب الناس اللي عندهم زيادة بالوزن أو سمنة طبيعي تكون منطقة البطن فيها شحوم وفيها بروز، أما هم في ناس ممكن تكون يعني وزنها طبيعي لكن هم تعاني من موضوع الكرش. شنو أسباب اللي هو بروز البطن أو تراكم الشحوم في هذه المنطقة؟ أول شيء طبعا زيادة الوزن، غالبا الوزن لما يزيد لازم يكون في زيادة في البطن. ثاني شيء التقدم بالعمر، يمكن لو تلاحظون في ناس ضعاف أو بنيتهم ما فيها سمنة أو ما فيها زيادة وزن، لكن من يصير 60-70 تلاقون نفس الوزن نحيل وما عنده زيادة بالوزن، لكن بدأ الكرش يبين. والسبب إنه لما الواحد يتقدم في العمر طريقة أماكن تخزين الدهون بالجسم تتغير، فيصير الدهن يتخزن أكثر في منطقة البطن، فتلاقونه عادي مثلاً ضعيف أو محافظ لكن تشوفون البطن بدأ شوية يبرز. فالسبب الثاني هو التقدم بالعمر. ممكن السبب الثالث يكون الاسترس، لما الواحد يكون تحت ضغط مستمر أيضاً يصير موضوع تخزين الدهون في منطقة البطن أكثر. ومن الأسباب هم اللي هو قلة الحركة، ممكن تناول بعض المغذيات اللي تنفخ البطن، فيكون الواحد يعتقد أنه هو عنده كرش بينما ممكن يكون عنده قولون عصبي، ممكن يكون عنده حساسية من اللاكتوز، ممكن يكون عنده حساسية من الجلوتين. بعض أنواع الأشياء اللي تهيج بالأكل هي اللي قاعد تسبب بروز، وممكن يلاحظها أكثر خاصة بعد الأكل. فممكن هو خلال اليوم بطنه يعني سيدة ما في بروز، لكن بعد ما يأكل يحس ربع ساعة
ثلث ساعة صار في بروز وايد كامل، ويمكن البنات حتى يقولون صار شكلي كني حامل بعد الأكل. فهذا معناها في بعض المهيجات بالأكل اللي قاعد تزيد من منطقة البطن، مش بالضروري تكون اللي هي الدهون المخزنة. شلون أنا أقدر أعرف إذا محيط الخصر عندي طبيعي ولا لا؟ بالنسبة حق النساء أفضل شيء تجيبون اللي هو المتر، بالنسبة حق النساء والرجال المتر هذا تحطونه بالخصر بالضبط فوق السرة وتقيسون. إذا كان أكثر من 80 سنتي بالنسبة حق النساء معناها في شحوم زيادة، إذا كان أكثر من 94 سنتي بالنسبة حق الرجال معناها في شحوم زيادة. فهذا هو الكات بوينت، أو هذه هو النسبة أو الرقم اللي لازم تكون عيننا عليها، 80 للنساء 94 للرجال. من يتعدى الرقم هذا معناها في زيادة دهون في المنطقة هذه. شلون أنا أقدر أتخلص منها؟ أهم شيء إن أنا أسوي حمية غذائية أنزل فيها وزني، أتخلص من الأشياء اللي تهيج عندي القولون اللي ذكرتها مثل البقوليات، الجلوتين، اللاكتوز اللي ممكن تسبب بروز في المنطقة هذه. والرياضة جدا مهمة، خاصة الرياضة اللي يسمونها الهيت أو الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هو يكون رياضة سريعة وبعدين يبطئ، يكون مثلا بالمشي يصير في هرولة سريعة بعدين يبطئ، هرولة سريعة بعدين يبطئ. هذه نوع من الرياضة تقضي بشكل سريع على الدهون في منطقة البطن. وآخر شيء ممكن تجربون اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو يصير ما بين الريوق والعشاء تحسبونها 16 ساعة، من خلالها ما تأكلون أي شيء فيه سعرات حرارية، بس تشربون ممكن ماء أو شاي أو قهوة. هذه ممكن الطرق اللي تساعدكم إنكم تتخلصون من الكرش. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة، وإن شاء الله نشوفكم في فقرات ثانية. كل شكر لأخصائية التغذية سمية الإبراهيم على كل المعلومات اللي قدمتها لنا في فقرة التغذية. مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامج شباب قولوا فعل، وعندنا موضوع التغيير في الحياة مع المدرب المعتمد بدر الياقوت. جدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. الله يسلمك، احنا سعد. طبعا اكيد استاذ بدر، اذا في البدايه حابين نعرف المشاهدين بمفهوم التغيير، اكيد بما ان احنا الحين في سنه جديده، طبعا كل عام وانتم بخير، وكل اكيد حاب انه يبلش هذا التغيير ويصير عنده مفهوم جديد للحياه. فمن البدايه ريت تعطينا بشكل موجز ما هو تغيير في الحياه. جميل، لما نتكلم عن موضوع التغيير دائما نطرح سؤال، هل التغيير سهل ولا صعب؟ يعني الواحد لما يتغير يكون انسان احسن، يبي يكون إنسان ناجح. لو نفترض أن إنسان مدخن يبي يترك التدخين، هل الموضوع سهل ولا صعب؟ واحد سمين يبي يكون رشيق، هل الموضوع سهل ولا صعب؟ هل واحد إذا كان إنسان فاشل يبي يكون إنسان ناجح، هل يعتبر سهل ولا صعب؟ وناس وايد تعتقد أن التغيير فقط أنا فكرت أن أنا بيتغير فراح أتغير دايركت بسرعة. ليست العملية بالصورة هذه. الحقيقة التغيير ليس أمرا سهلا، بل هو صعب وفي تعب وفي جهد وعزيمة على أساس أن الواحد يتغير للأفضل. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب للقرآن الكريم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه الآية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان المنافقين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للغزوة أو المعركة كان يقول لهم يلا جماعة نروح المعركة، فكان المنافقين ما ودهم يروحون معه، لكن يتظاهرون أنهم يروحون. فهني من داخل نفسهم يبون يقعدون في المدينة. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهني نفس القانون، لو أرادوا التغيير لأعدوا له عدة. نعم. لو أرادوا التغيير كان استعدوا له. صح. فالتغيير له استعدادات وله أصول على أساس الواحد يتغير من حالة إلى حالة أفضل منها عن طريق تغيير المفاهيم، تغيير الأفكار، تغيير القناعات وتغيير السلوكيات على أساس يوصل حق المستقبل المأمون. نعم، كلام جميل أستاذ بدر. يعني إحنا فعلا مثل ما ذكرت أن التغيير صعب مو شيء سهل، ولكن نشوف في العديد من الناس اللي لما يعني مثلا ننصحهم نقول لهم أنتوا لازم تغيرون من نفسكم، لازم تصيرون أحسن وغيره، ممكن البعض ينفر، فبالتالي تشوف أوكي تغيرت شو الفائدة، شنو راح أستفيد. فبالتالي نبي نعرف أن بالنسبة حق الشخص اللي حايب يغير من حياته ويطور منها أكيد بشكل إيجابي وأفضل، شنو الفوائد اللي ممكن يستفيد منها في هذا التغيير؟ جميل، التغيير في الإنسان فيه ما راح يقدر إنه يتخلص منه. اللي يقول ذلك يقول الشيء الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير. فالإنسان راح يتغير، فإما يتغير للأفضل أو يتغير للأسوأ. فما في إنسان هو على مكانك راوح. لذلك التغيير هو حاصل. فإحنا
دائما نسعى ان نتغير الافضل. طيب شنو اثر هذا التغيير على الانسان؟ لما الانسان يبي يتغير تغيير ايجابي يعني تغيير الافضل، شنو راح ينعكس على نفسه وعلى ذاته؟ اول شغله من اهم الامور اللي الواحد لازم يغيرها هي تغيير الافكار. لما الواحد يفكر والله يقول ان افكاره تقول ان الحياه تعيسه، حياه كئيبه، حياه مو حلوه، هذه الافكار راح تشكل قناعه داخليه عند الانسان وراح يشوف الدنيا بنظره سوداويه. نعم. فراح يكون انسان حزين وراح تولد عنده شعور الحزن والتعاسه والكآبه في حياته، وراح يسلك هذا السلوك في حياته فيكون انسان سلبي. اما في ناس تقول والله تعال الحياه جميله والحياه فيها من الفرص والحياه فيها من الوفره والحياه فيها من الحب، فهذه النظره والافكار راح تشكل قناعات داخليه، وهذه القناعات راح تشكل فينا شعور داخلي بالسعاده وراح اسلك سلوك ايجابي. لذلك التغيير من اول الامور لازم نغيرها هي تغيير الافكار والقناعات. لان الافكار هي الاساس اللي ينبني عليها حياه الانسان الواقعي. فلذلك لما تغير افكارنا من افكار تكون سلبيه تشاؤميه الى افكار ايجابيه وحلوه، لذلك هذه كلها راح تولد مشاعر داخليه وراح نسلك سلوك باذن الله تعالى النجاح اذا كانت افكارنا طيبه، وراح نسلك سلوك الفشل اذا كانت افكارنا سوداويه. نعم. طيب هذا شيء جدا مهم واساسي خصوصا في هذه المرحله اللي حاب اكيد انه يتجه في تغيير لمسير حياته الى الشيء الايجابي، انه لازم تكون افكاره صافيه وتكون ايجابيه بحته. نعم. هي طبعا كثر ما نقدر ان نحاول نخلي عقلنا في افكار ايجابيه. ومهما كان هو مثل ما يقول لك هو مثل مزرعه. نعم. اللي تزرعين فيه افكار راح تنبت هذه الافكار وتشكل قناعات، لذلك احنا لازم نحرص شنو نزرع في عقلنا. اذا زرعنا الخير راح يطلع فينا الخير، واذا زرعنا الشر راح يطلع فينا الشر. لذلك الافكار جدا امر مهم وضروري اللي راح ينبني على حياتنا بشكل كامل، لان افكارنا هي راح تشكل مسارات حياتنا. نعم. طيب بالنسبه حق التغيير، هل في خصائص معينه تميز التغيير في الحياه؟ يعني يا ريت توضح لنا اكثر هذا الجانب بالذات. احنا عندنا خصائص الانسان الناجح اللي وده يتغير. اول شغله لازم يكون عند الانسان هذا رغبه في التغيير. نعم. والله يقول تعال غير من حياتك، في ناس يقول ما ابي اتغير. في ناس يقول انا خلني مرتاح، انا قاعد مكاني، ليش تخليني اتغير واشوف التعب واشوف ان الواحد لازم يبذل جهد على اساس انه يتغير، خلني مرتاح. وهني يقول لازم اذا تبي توصل حق اهدافك المحددة لازم تنتقل من منطقة الراحة إلى منطقة الإنجاز. شو احنا عندنا في حياتنا؟ عندنا منطقتين، منطقة الراحة ومنطقة الإنجاز. هذه منطقة الراحة هي عبارة عن شنو؟ هو الروتين اليومي اللي أنا قاعد أسويه في حياتي، أقوم من النوم، أروح الدوام، أرجع من الدوام، أتغدى، أنام، أقعد، أرجع أنام. فهو ما قاعد يسوي شيء جديد في حياته، فتصير روتين قاتل. إذا تبي تغير لازم أنت تنتقل حق منطقة الإنجاز. شنو هي منطقة الإنجاز؟ هي منطقة أن أنا أسس عادات جديدة في حياتي. شلون يعني؟ يوم مثلا أنا الحين قاعد صلاة الفجر صليت، بعد في ناس يرجعون ينامون حق للدوام، أنا بالفترة هذه أقول خلي أقرأ صفحتين من القرآن أو خلي أحفظ لي وجه من القرآن. الحين والله قعدت وقرأت لي وجه من القرآن وحفظته، زين صار وقت الدوام ورحت الدوام صار عندي وقت فراغ، ليش ما أمسك لي كتاب أقرأ لي كم صفحة أثقف فيها نفسي؟ فأنا أضفت عادة جديدة في حياتي. نعم. رجعت البيت تغديت ريحت شوية، ليش ما أسوي رياضة؟ أروح النادي ولا أتمشى بالفريج ولا أتمشى بالممشى، فأنا أضفت شنو؟ عادة جديدة في حياتي. أنا بعد ذلك سويت والله خل أروح دوانية على أساس أكون علاقات اجتماعية، فأنا أضفت عادة جديدة في حياتي. كل ما صار عندنا عادات إيجابية في حياتنا كل ما تغيرت حياتنا للأفضل. صح أن هذه العادات بسيطة لكن تراكميه، مع الايام كم وجه راح احفظ من القران، مع الايام كم كتاب راح اقراه، مع الايام كم وزن راح اخسره. نعم. من خلال جسمي. لذلك تاسيس العادات الجديده هي من اهم عوامل النجاح في الحياه. نعم. طيب اذا احنا الحين بنتكلم استاذ بدر مثل ما ذكرت الحين عندنا موضوع اللي هو التغيير
الإيجابي. نعم. وإحنا الحين في وضع أزمة كورونا وكوفيد 19 شفنا أكيد تغيير كبير صار بشكل كبير لأغلب الأفراد في المجتمع. صحيح. يعني اللي ما كان عنده هواية ابتدى يكتشف إنه عنده هواية، اللي ما كان عنده هدف يمكن ابتدى إنه يكون أهداف، حتى في مشاريع صغيرة بلشت يعني تظهر للضوء مع هذه الأزمة. نعم. طيب فأستاذ بدر أنا بسألك عن التغيير، هل في نوع معين للتغيير؟ يعني هل التغيير يعتمد فقط على السلوك أو يعتمد على أن أنا غيرت هدفي وغيرت وجهتي في هذه الأثناء؟ هذا يعتبر عن التغيير عبارة عن تصورات ذهنية عند الإنسان. الواقع كله عبارة عن تصورات ذهنية. فمثلا في ناس تشوف الحين أزمة كورونا اللي قاعد يسب الأزمة ويلعن اليوم اللي صارت فيه كورونا وقاعد يتشائم من هذه الأزمة، وفي بعض الناس اللي يشوفون هذه الأزمة هي فرصة. فرصة للتغيير، فرصة لبدء بزنس معين، فرصة لحياة جديدة. فهي عبارة عن يعني وجهين لعملة واحدة، في ناس تشوفها بنظرة تشاؤمية وفي ناس تشوفها بنظرة إيجابية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فسبحان الله احنا نشوف في كل امور حياتنا احنا نشكلها والله تعالى. حتى المرض لو واحد يصير فيه مرض او حاشته كورونا، في ناس يسبون شل كورونا هذه اللي تعبتنا، في ناس يقول والله هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ونحن نصبر وناخذ الاجر. فهني تبدل فكرته من تشاؤميه الى فكره ايجابيه. لذلك احنا نظرتنا وتصورات الذهنيه في الحياه هي اللي تشكل واقعنا. اذا كنا احنا نشوف حياتنا سعيده ونتصور حياتنا كلها فيها سعادة وفيها محبة وفيها ألفة، فعلا فعلا راح نعيش هذا الأمر. وما أقول هذا الشيء مبالغة ولا نقول إحنا تعال يعني كأن أنت قاعد تقول كل الحياة وردية. هي الحياة والأحداث ليست كلها وردية. واحد يمكن يفقد عزيز، هل هذا شيء وردي؟ لا. واحد يصير فيه مرض؟ لا. لكن بالنهاية إحنا شلون نقدر نتعامل مع هذه الظروف الصعبة؟ بإيماننا بالله سبحانه وتعالى، بثقتنا في الله سبحانه وتعالى واحتسابنا للأجر، ونشوف نظرة إيجابية لكل حدث يصيبنا فيه. نعم. ذكرت لنا أيضا أستاذ بدر أن في موضوع التغيير، أن التغيير يعتبر شيء جدا صعب وممكن أنه يصير في يوم وليلة، لكن أنه يكون في خطوات ويكون في لا تخطيط. فبالنسبة حق هذه النقطة، شنو الخطوات اللي ممكن الشخص أنه يبتدي فيها في سبيل تغيير مسير حياته إلى الأفضل؟ جميل. عندنا احنا تقريبا 6 خطوات للتغيير. الخطوة الأولى نتكلم فيها هي عبارة عن مرحلة أوقف الإسقاطات. نعم. شنو يعني أوقف الإسقاطات؟ يعني أوقف اللوم الآخرين في هذا الأمر. يعني في ناس وايد مثلا تسقط في اختبار معين تقول كله من الدكتور اللي هو سقطني، أو كله من المادة كانت صعبة، ولو واحد يقول والله كله من الظروف الصعبة اللي صارت لي، فأنا أسقطت اللوم على الآخرين. فأنا الإنسان ليش يلجأ لهذه الحيلة؟ على أساس كأنه يقول حق نفسه مو أنا السبب، السبب فلان وعلان. واحد تزوج وانفصل عن حياته، كله من زوجتي، كله من عيالي، أو واحد صار والله يقول كله من العين، كله من الحسد. هذا الأمر لما الواحد يشيل مسؤولية حياته من نفسه ويحس أنه هو غير مسؤول عن هذا الأمر، بل جهة أو طرف خارجي هو المسؤول، هذا أكبر خطأ الإنسان يقع فيه. فلازم يوقف الإسقاطات وهو المسؤول عن حياته 100% وكل تصرف يمكن تصرفه. الأمر الثاني اللي يسمونه الاعتراف. الاعتراف بالمشكلة اللي عندي إياها أنا. مثلا أنا سقطت في اختبار مو كله من الدكتور، أنا ما درست عدل، أنا مثلا صار عندي سمنة كبيرة أو سمنة يعني تعتبر غير صحية مفرطة، فبالنهاية يقول والله كله من أكل البيت يسوونه، والله كله من مطاعم وكله من هذا، أنا أسقطت اللوم على الآخرين. فيجب أن أقول لا، أنا المشكلة أن أنا ما أمسك نفسي عند الأكل مثلا. فاعتراف المشكلة هي أول مرحلة للتغيير. أول شيء وقف الإسقاطات. الأمر الثاني أعترف أن المشكلة عندي أنا وليست عند الآخرين. الشيء الثالث اللي هو الاستعداد. شلون أستعد؟ أستعد للتغيير أن أنا أحط لي خطة واضحة على أساس أن أنا أتغير. أنا والله عندي سمنة مفرطة، فأنا لازم أدش نادي، لازم أروح لي أكل نظام غذائي معين على أساس أني أخسر وزن. فأنا أحط لي خطة واضحة على أساس أمشي فيها. الأمر بعدها اللي هو التطبيق. أنا إذا طبقت
واشتغلت على نفسي في النادي أو في الرياضة أو أكلت أكل صحي، راح أشوف المرحلة الثالثة أو السادسة هي مرحلة الصيانة ومحافظة الهدف، إن أنا أصون هذا الهدف. قد يمكن بعض الأيام أضعف أو يكسل الإنسان، لكن لا يطول فيه أمر الكسل، خليه يرجع مرة ثانية يصون الهدف اللي هو حاطه فيه في في هذا في هذا الجانب. وآخر هدف أو آخر مرحلة هو الوصول حق الهدف أو القضاء للمشكلة اللي هو قاعد يعيشه. لذلك ست أهداف أو ست مراحل، المرحلة الأولى هي وقف السقاطات، الشيء الثاني هي الاستيعاب، استوعب أن المشكلة عندي أنا وليست عند الآخرين، والأمر الثالث هو الاستعداد للتغيير، وبعدها أطبق، وبعدها بإذن الله تعالى راح أوصل حق الهدف اللي أنا أبيه. نعم. طيب بالنسبة حق التغيير، هل في عمر معين يحدد الشخص أنه يبتدي أنه يغير مجرى حياته، يبتدي أنه يطور منها؟ هو ما في عمر معين حقيقة، قد يبدأ الإنسان في التغيير من عمر 7 سنوات، 8 سنوات، 10، 30، 50 سنة، ما في مشكلة في التغيير، الواحد دائما التغيير، ما في إنسان ثابت في حاله، لا العمر ثابت ولا الوقت ثابت ولا الحياة ثابتة، كل شيء متغير، فإحنا لازم نتغير معاه. احنا نتغير بس نحاول نتغير للافضل، سلوكياتنا تكون للافضل، ما يكون للأسوأ. في ناس انه يقول والله ما ابي اتغير، فهو دائما التغيير للأسوأ وليس للافضل، فدائما نسعى ان نتغير للافضل. نعم. طيب استاذ بدر، كونك مدرب معتمد في هذا المجال، فاكيد انت لك خبره في التواصل مع الاشخاص، وايضا ممكن نقول تقديم الدورات في هذا الخصوص، فهل قمت في نقدر نقول قيام دورات في مجال تغيير للحياه؟ نعم، احنا متخصصين في مجال التدريب، وخاصه في تطوير الذات بشكل كامل، وعندنا دوره تدريبيه في قوه التغيير الذاتي، شلون اقدر واحد يتغير ذاته. خليني أعطيك شغلات أساسية في التغيير. أول أمر اللي هو في ناس وايد تخاف من المستقبل بشكل كبير. التخوف من المستقبل، والله تعال أنا ما أبي أتغير على أساس ليكون في عندي مستقبل معين. وعلى فكرة التغيير أكثر شيء، ليش أنا قلت لك يا صعب؟ لأن التغيير أول شيء يواجه الإنسان نفسه، ويواجه ملذاته، يواجه الدنيا، مثل ما أقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهو يواجه إبليس، يغري في أمور مغريات، يواجه نفسه، النفس تبي شغلات معينة، هو لازم والله أنا بأكل، أنا أبي أستأنس، وهو بالنهاية حاط هدف إنه هو يقرأ، يتثقف، يطور من نفسه، فهو قاعد يواجه ذاته. كذلك يواجه الآخرين، الناس. الإنسان إذا تغير وبدأ مشوار التغيير، أكثر الناس يوقفون في وجهه وهم الأقرب حوله. تلقى يمكن أهله، يمكن زوجته، زوجه، يمكن أصدقائه، أنت وين رايح؟ شو تغير؟ فدائما يكسرون مياديف الإنسان اللي بيتغير. لذلك لازم يكون عنده عزيمة وإصرار وتحدي، إنه فعلا أنا بأوصل حق الشيء اللي أنا قاعد أشوفه والهدف اللي حاطه في بالي. نعم، هذا الأمانة نقطة جدا مهمة. إحنا وايد قاعدين نشوف هذه الأشياء تصير، كونها من نقدر نقول التحديات اللي تواجه الشخص اللي هو حاب إنه يتغير. دائما يكون في أشخاص موجودين في حياته اليومية يسببوا له مشاكل، مثل ليش التغير، أو إنه مثلا فكرة إنه أنت بتصير الشغلة الفلانية، يعني بتغير نفسك إلى الشيء الفلاني أو الهدف الفلاني. ففعلا هذا الشيء يعني يكون من الأشياء اللي ما تخلي الشخص يكون عنده حافز إنه هو حاب إنه يتقدم وحاب إنه أكيد يتغير الأفضل. فبالنسبة لهذه التحديات اللي ذكرناها، كيف إنه ممكن الشخص اللي حاب يتغير وحاب إنه لا رغم هذه التحديات اللي قاعد تواجهه إنه يعني يتركهم على جنب ويبتدي إنه يتقدم للأفضل؟ جميل، هذا الأمر جدا ضروري، هو المحيط الاجتماعي اللي يحيط فيه هذا الإنسان. أول شغلة، إذا كانت المحيط محيط سلبي، فيحاول كثر ما يقدر يبتعد عن هذا المحيط السلبي، يوجد له محيط إيجابي، يتعرف على ناس إيجابيين، يحتك مع ناس زينين، يحتك مع ناس إنه يطورون من نفسهم، يطورون ذاتهم فيه، يلتحق إلى أندية القراءة، أندية الثقافة، أندية الرياضة. فهني كل ما احتك مع ناس إيجابيين، ترى العدوى الإيجابية تعدي الآخرين. لذلك هنا يقول يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لذلك البيئة المحيطة جدا مؤثرة. فإذا شفنا الإنسان دائما البيئة المحبطة حوله، أنت ما تقدر، أنت فاشل، أنت ما أدري إيش، أنت كذا، بالنهاية مع الأيام يمكن الإنسان يطخ أو إنه يوقف عن الهدف. لكن إذا كانت عنده بيئة محيطة جيدة، راح تساعده في هذا الأمر، راح تحفزه أكثر وأكثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ان الواحد لما يرسم له الهدف يحاول
يشق دربه فيه. وأنا مثل ما قلت الأهداف، وصول الأهداف عملية ما هي سهلة. كل الناجحين وكل العظماء كانت بداية صعبة، احفروا الأرض على أساس أن يوصلون حق الشغلات اللي هم يبونها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته الإسلامية، كل الناس قبل الدعوة كان يقولون صادق الأمين، بعد ما قال لهم دعوة الإسلام كلهم انقلبوا عليه وقالوا هو ساحر كذاب دجال، حاشاه النبي عليه الصلاة والسلام. هل توقف النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمن لما كل قريش انقلبت عليه؟ لا، هي عارف دربه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنده هدف واضح، لو كانوا كل الناس ضده راح يمشي ويكمل مشواره. لذلك كل ما كان الإنسان عنده هدف واضح يبي يوصل له، يحاول يبتعد ويحاول يغض الطرف عن السلبيات أو الهجوم السلبي اللي قاعد يوصل له، ويشق دربه وطريقه على أساس يوصل حق شيء. نعم. طيب بالنسبة لك وكونك أنت مدرب في تطوير الذات خلينا نقول بشكل عام، كيف ممكن أنت تنصح الأشخاص اللي حابين هم أكيد أن يطورون من نفسهم ويطورون من ذاتهم، خصوصا إحنا قاعدين نشوف الحين عندنا العديد من المدربين متوفرين على المنصة الاجتماعية، فبالتالي الشخص بيعرف من المدرب الكفء في هذا المجال، كيف ممكن أنا أطور نفسي خلال التواصل مع هذا المدرب في المنصة الإلكترونية؟ جميل. التطوير، مهارات التطوير فيها أمور كثيرة الواحد يتغير فيها. أولها القراءة، القراءة والثقافة، أنه يقرأ الكتب، هذا الكتب تغير الإنسان بشكل رهيب. الأمر الثاني إذا ما كان يحب يقرأ قد يشوف فيديوهات محاضرات قيمة جدا ممكن الواحد يتغير فيها، وفي برامج كثيرة ممكن الواحد يستفيد منها من خلال منصات تدريبية أو منصات حتى اليوتيوب ممكن تشوف فيها بعض المحاضرات الجميلة. إذا ما كان يحب المحاضرات التلفزيونية أو باليوتيوب أو غيره ممكن يتواصل مع المدربين بحيث أن يحضر كورس تدريبي معين، يغير مقنعات الداخلية، يغير مشاعر الداخلية، يحط له أهداف كيف تخطط لحياتك. كل ما كان الإنسان عنده هدف واضح في حياته كل ما أصبح واثق من نفسه، كل ما استمتع بحياته أكثر. فهني احتكاك مع المدربين أو أن الواحد يكون له مدرب خاص فيه ممكن يرشده في حياته راح يسهل له طريق طويل، ممكن الواحد يبحث عن ذاته، يبحث عن حياته، يبحث عن المعنى اللي عايش فيه في حياته. لذلك القراءة والثقافة والاطلاع والفضول المعرفي، ان الواحد يتعلم اكثر واكثر، والتطوير الذاتي، ان الواحد دائما يحب يطور من نفسه، هو اللي راح يخلق له فرص نجاح في المستقبل اكثر. نعم. طيب بالنسبه لي احنا يعني كنا الحين احنا موجودين في البيت ومع اوضاع كوفيد 19 كل الدورات ابتدت انها تصير اونلاين، فبالتالي صار التواصل اقرب واسهل نقدر نقول من قبل. فبالنسبه حق الاشخاص اللي حابين يطورون من نفسهم، ولكن في مثل ما ذكرت في البعض اللي يخاف من التغيير، حتى يخاف انه يفكر انه يتجه او انه يشوف المدربين المعتمدين في هذا المجال، شلون ممكن ان الواحد يقنع هذا الشخص؟ يعني ممكن يكون احد المتابعين اللي قاعد يشوفونه الحين وده يغير، وده انه يجرب شيء جديد، ولكن في تخوف للحين، خايف من فكره او مسمى التغيير بحد ذاته. جميل. يعني التغيير قاعد اتكلم فيه احنا قاعد نعيش حياه واحده، فاما نعيش بجراءه وشجاعه وقوه ونستمتع فيها، او ان راح نعيش مثلنا مثل الاموات ما قاعد نسوي شيء معين جديد، قاعد ينعشنا اكثر. الانتعاش ياتي مع التغيير، كل ما انت صار عندك زياده في المعرفه او في تطوير الذات كل ما صرت افضل. لذلك خلينا نتكلم شغله، الخطوه الاولى هي قد تكون صعبة لكن قد تفتح لك بيبان كثيرة في حياتك وسعادة كثيرة ما تتصورها. لذلك اجدم وتقدم واتصل وتواصل مع المدربين في خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الأرقام الموجودة، من خلال دخول الدورات التدريبية راح تشوف تغيير كبير في حياتك قد يصبح لك إذا دخلت هذه الدورات وبإذن الله تعالى وغيروا من مهاراتك أو سلوكياتك أو أفكارك. نعم. طيب مثل ما ذكرت الحين أن في ناس يكونوا مؤثرين في التواصل الاجتماعي، سواء كان مدرب سواء كان شخص ناجح في حياته وأكيد ابتدأ أنه يطور من نفسه والناس تقتدي فيه، فمن جانبك هل في أمثلة ممكن للفرد أنه يحتذي فيها خصوصا في مجال التغيير وفي التقدم في الحياة؟ التغيير كل الإنسان ما شاء الله صارت عندهم في بعض الأحداث اللي غيرتهم في مجال التدريب. بدايتي في مجال التدريب أنا كنت أنا أعتقد أن أنا حاط في بالي هدف من المتوسط أن أنا أبي أصير مدرب،
ما بيتكلم اني انا اصير مدرب، لكن عندي طموح اني انا اتكلم قدام الناس. ولذلك كان عندي وسيله في المتوسط قد توصلني حق الهدف اللي انا ابي، نعم، اللي هي الاذاعه المدرسيه. لكن كنت خايف، خايف اتكلم قدام الطلبه وقدام المدرسين والناظر والوكيل، كان شعور رهيب يخرع. لكن قلت انا الحين حاط الهدف في بالي، هل اقدم ولا لا؟ قلت خل اروح. وانا رايح للاذاعه وقفت، قلت الحين معود اذا تكلمت وغلط خوف يضحكون علي الناس والطلبه، خوفك اتات، خوفك اغلط، فخفت. لكن قلت خل نجرب حظي، ورحت طقيت الباب، ولا المدرس اللغه العربيه كان موجود في الاذاعه، فقلت له استاذ ابي ادش معاكم في الاذاعه، فقال ايوه تفضل. اخسرت صجيه، تعرفين الحاله هذه ان انت ودك تسوي شيء بس تبين احد يردك، فهذا اللي صار معاي. لكن صار موضوع لا فعلا جد، قال لي تعال باكر يبيك حديث شريف على اساس انك تقوله قدام الناس. انا في هذه اللحظه رديت البيت، اخذت الحديث قاعد اقرا 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 لما حفظته صم. وصل يوم الثاني دشيت الاذاعه، بلشت اطقطق، خفت. اول ما قالوا اسمي في الاذاعه طلعت برا الاذاعه، فقلت رسول الله، فبلشت ارتبك وبلشت اتلعثم في كلامي. ولما خليت الميكروفون ورديت الطلبه وقتها كلهم ضحكوا، كل صارت حاله هستيريه في هذا الوضع. لما انا قلت انا ليش قاعد اسوي الحاله هذه، لما رديت الصف الكل قاعد يضحك علي والكل قاعد يقول لي شو موديك في هذا الامر، انا قلت الحين خلاص بوقف هذا الامر. لكن تذكرت هدفي اللي انا حاطه في بالي، قلت انا ودي اتكلم قدام الناس، قلت لهم والله لعلمكم من بدر لياقوت. من ذاك الوقت فعلا كملت في مشوار الاذاعه المدرسيه الى ان اصبحت بعدها مستقبلا مدرب بعد ما تخرجت من الجامعه. والحين الحمد لله سبحانه وتعالى قدرت ان اوصل رسالتي واوصل اهدافي في حياتي من خلال الدورات التدريبيه. لذلك بعض الاحداث تحتاج الى جراه وشجاعه ان احنا نجدم فيها، وان فشلنا وان غلطنا وان تعثرنا، لكن دام ان انا مستمر في حياتي وفي طريقي للهدف، انا ما اعتبر انسان فاشل. انا قاعد اوصل حق الهدف اللي انا ابي، ياما تعثرنا وياما فشلنا، لكن احنا قاعد نتعلم من اخطاء الماضي وقاعد نبني فيها جبل يوصلنا للقمة. نعم. في هذا الأمر. نعم الأمانة يعني هذه من المواقف اللي تخلي الشخص إنه يطور من نفسه، برغم إن الموقف نقدر نقول اللي صار لك كان في مرحلة يعني في مرحلة الدراسة بشكل كبير ومرحلة جدا صعبة، لأن أنت بتثبت نفسك في هذه المرحلة، وخصوصا إن أنت بتستمر مع ربعك في هذه المرحلة مرحلة ثانية، حتى ممكن تصادمهم في الجامعة. مثل ما ذكرت الشخص إذا حاب إنه أكيد يطور من نفسه وحاب يصل إلى هدف معين، فبالنهاية رغم صعوبات هذه الأهداف والوصول إليها راح يصل لها بالنهاية، إذا أنت كنت مقتنع أكيد في إن أنت حاب إنك توصل لهذا الهدف وإنك تصل للتغيير المناسب. للأمانة جدا استمتعنا معك أستاذ بدر في هذا اللقاء. إذا حاب توجه كلمة أو رسالة للمشاهدين. أنا دائما أقول رسالة للشباب، إحنا يعني دائما أقول طموح الشباب عالي وهمتهم عالية، وحرام الإنسان يقتل نفسه ويقتل وقته في أمور تافهة في هذه الحياة. لذلك يقول حط لك أهداف، دائما يقول توجه نحو القمر، فإن أخطأت كنت بين النجوم. لذلك يقول الشاعر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية، جدا استمتعنا معك بهذا اللقاء. مشاهدينا كان هذا لقاءنا مع مدرب المعتمد بدر الياقوت، وكل المعلومات اللي قدمها لنا في تغيير الحياة. مشاهدينا راح ننتقل الآن إلى الفقرة الرياضية مع الكابتن عبد العزيز أمير، فخليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معاكم أخوكم عبد العزيز أمير في فقرتنا عن الإجراءات الوقائية اللي واجب علينا نتبعها في المعاهد الصحية للحد من انتشار المرض. بداية بنظام الحجز المسبق، مثل ما احنا عارفين وزارة الصحة اشترطت علينا تحديد المواعيد لتنظيم حركة الدخول في المعاهد الصحية وضمان التباعد الاجتماعي. لذلك واجب علينا كلنا الالتزام بهذه الآلية، سواء عن طريق الحجز في الموقع الإلكتروني للمنشأة أو عن طريق الاتصال الهاتفي. ضروري جدا أن احنا نلتزم بوقتنا
نحضر بالوقت المحدد لنا وننصرف كذلك بالوقت المحدد لنا، وهذا لضمان أن النادي ما يصير زحمة والمشتركين يكونون متباعدين عن بعض. وأتمنى من الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية لسلامتنا وسلامة الكويت. رجعنا لكم مشاهدينا، وأكيد حابين نكمل مع ضيفنا في موضوع التصوير الجوي. معانا عيسى الجدي في هواية التصوير الجوي. طبعا نحب ننوه لمشاهدينا أن عيسى من ذوي الهمم وهو جدا ضيف مميز اليوم عندنا، وأيضا رح نتعرف على هوايته وهو التصوير الجوي. عيسى، احنا جدا سعيدين بتواجدك معانا اليوم، ونبي نعرف شنو أهمية الطيران وأيضا بالنسبة التصوير لك. أول شيء كانت مجرد هواية وتسلية، وبعد تشجيع أهلي صار مشروع ناجح الحمد لله. نعم، طيب مثل ما ذكرت أن هي في البداية هواية، فهذا مع دعم الأهل صار أنه يعتبر إنجاز لك وابتديت أنه تبرز فيه. ما حسيت الموضوع صعب أن أنت تكون يعني في الطيران الجوي وأيضا أنك تلتقط صور للمساحة اللي موجودة عندك؟ يعني التصوير، أنا أول شيء بدأت في التصوير الفوتوغرافي، بعدها حبيت يعني أطور من نفسي وشفت أتعلم يعني تصوير الجو، فتعلمت وكنت يعني أقسم وقت بينهم. فبديت كتصوير فوتوغرافي ومن ثم اتجهت إلى التصوير الجوي. ما حسيته صعب؟ ما كان صعب التصوير الجوي؟ ما كان صعب، لأن الوقت لازم يكون يعني أقسم الوقت بينهم علشان أقدر أمارس هوايتي مع بعض. نعم، طيب بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والتصوير الجوي، من اللي حسيته أقرب إلى قلبك؟ هل حسيت التصوير الجوي ولا التصوير الفوتوغرافي مميز بالنسبة لك؟ أنا التصوير الجوي حسيت مميز أكثر، لأن هواية التصوير الفوتوغرافي تكون يعني مجرد هواية وايد ناس يمارسونها. صحيح. بس التصوير الجوي مو وايد يعني. حساتها مميزة أكثر من التصوير العادي. نعم، طيب مثل ما ذكرت الحين إحنا عندنا التصوير الفوتوغرافي في العديد من الناس موجودين فيه، ولكن الجوي فئة قليلة. شلون تقدر أنك أنت نقدر نقول تأخذ الصور الجوية؟ يعني هل تتفق مع كابتن معين للطيران، أو شلون تصير الطريقة على أساس أن تستطيع الطيران والتصوير؟ هو تحكم عن طريق الريموت، يكون الريموت وفي برنامج طبعا في التلفون، فالتلفون يعني ادمجه مع الريموت واطالع الصوره واشوفها عن طريق الابلكيشن. فانت تستخدم الطائره؟ ايه بالطائره. ايوه تستخدم الطائره. نعم نعم. ما جربت موصلها بالطائره؟ ما جربت. انه مثلا في عندنا الحين بالكويت قاعد يصير الطيران اللي اكثر من شخص ممكن انه يكون متواجد في المركبه ويبتدون انه يصورون من الكاميرات وهم في الجو. ما جربت هذه التجربه؟ لا ما جربتها. لازم تجربها، شيء تغيير جديد وهم تضيفه بالنسبه لك في الطيران وبالنسبه اكيد في التصوير الجوي. طيب انا بالنسبه لي احسها صعب انك انت تستخدم الدرون وتتحكم فيها في التليفون، لان الابعاد تكون مختلفه وعلى اساس انك تتحكم وتصور بنفس الوقت. ما حسيتها شوي صعبه التعامل مع الكاميرا هذه؟ هو في البدايه تكون صعب تعلم على كيفية استخدام طيارة في الجو، وأنا واجهت صعوبات يعني مرات واجهت صعوبات أنه مثلا يكون الجو
غير مناسب عن التصوير، وانا مضطر انا يعني اصور في الوقت الحالي يكون في مناسبه. فواجهت كذا صعوبات في الانتفاعات ويعني التحكم بالطياره مع الجو. فالحمد لله يعني واجهت كذا صعوبات وعدت على خير. اكيد انك انت طورت من نفسك مع السنين وابتديت ان انت تتاقلم مع كيفيه استخدام المركبه مع الاجواء اللي عندنا هنا في الديره. نعم. حبيت اتعلم، يعني تعلمت على التصوير الجوي، لان اخذت خبره كافيه وما زلت يعني اتعلم واطور من نفسي. نعم. طيب عيسى، بالنسبه للتصوير الجوي، هل دخلت في مسابقات في هذا المجال؟ كان عندك بعض المشاركات في الصور الجويه؟ نعم، شاركت في مسابقه مجمع 360 قبل كم سنه، بس هذا المسابقه اللي دشيت فيها. وشان شفت تفاعل الناس؟ هل كان في تفاعل جميل؟ لأن الناس وايد مهتمين في التصوير، فوايد يحبون أن يشوفون سواء صور فوتوغرافية أو الصور الجوية، فشان كانت ردة فعلهم؟ كان فيه تفاعل بالمطابقة، خصوصا أنا يعني شجعت عشان أدش المطابقة، معناه أنا مرات أتردد في أي مطابقات، ف يعني حبيت انا اشوف التجربه. نعم. اشارك فيها. شيء جدا جميل ان الواحد يجرب اشياء جديده وانه يدخل في هذه المسابقات على اساس انه تطور من نفسك، تقدر تشوف الناس شنو يقولون على تصويرك وبالتالي تحسن من هذا التصوير. طيب ابي اعرف منك بالنسبه للمصور بشكل عام، الناس تشوف المصور انه شيء سهل مو شيء صعب، انه ممكن ان انت تكون مصور، فهل هذا شيء صحيح ولا بالعكس المصور يكون جدا صعب من ناحيه توفيره للمعدات والاغراض اللي تكون عنده؟ والله في يعني لازم المصور يكون هو حاب الهوايه، حاب التصوير، ويكون يعني اول شيء قبل لا يستخدم الهوايه يكون عنده فكره ويطور من نفسه قبل لا يستخدمها، لان عادي اي شخص يقدر ياخذ مثلا كاميرا ويصور، بس لازم انا اكون دقيق في الصوره واشوف الزوايا واشوف طريقه استخدام الكاميرا بطريقه صحيحه، لان بس ناس تصور وخلاص يعني ما في يكون عندهم خبره كافيه، بس انا مو نفس التلفون، يعني التلفون غير، يعني عادي اي واحد يقدر يستخدم شيء. نعم. بس كنت كاملة غير. نعم فعلا جدا اتفق معك في هذا الشيء، لان مثل ما ذكرت هي مو مجرد التقاط الصوره وتمشي، هو في اديتنج، هو لازم تكون زاويه معينه وغيرها اكيد من الامور. طيب انت قلت لي ان الاهل كانوا من اكبر الناس الداعمين لك في هذا المجال، وبالنسبه للناس اللي تعرفوا عليك في هذه المسابقات، اكيد عندك الانستغرام، ممكن ان الناس توصل لك بشكل اسرع، شلون شفت التفاعل؟ هل كان في تفاعل ايجابي في هذا المجال؟ نعم، شفت تفاعل ايجابي في مجال التصوير. نعم، ومثل ما ذكرت لنا ان انت بالنسبه لك التصوير الجوي حسيته تصوير جديد ومو الكل متفنن فيه، هل فكرت في المستقبل ان انت ممكن تسوي مثلا دعايات او تصور اعلانات لبعض الشركات اذا في المستقبل هذا الشيء فكره وارده عندك؟ نعم، فكرت في هذا، بس يعني انا اشوف اذا في رغبه من احد انه يبي يسوي مسابقه ولا يبي مثلا يسوي له دعايه، فعاد ما في مشكله، بس انا كهواية وايد ناس يعني تمارس هذا الهواية بالتصوير الفوتوغرافي، تصوير الجو، فناس قاعد تختار الأشخاص اللي تبي تسوي معها. نعم. مو كل الأشخاص. نعم صحيح، فعلا أتفق معك. كل الشكر لك عيسى على وقتك وعلى كل اللي قدمت لنا اليوم، جدا استمتعنا بتواجدك معنا. مشاهدينا، أكيد إحنا نحب نذكر الكل أن ذوي الهمم هم
فرد أساسي من المجتمع، هم شباب هذا المجتمع وهم أيضا عمود بناء هذا المجتمع. وأيضا برنامج شباب قول وفعل دائما يحب يسلط الضوء على جميع الطاقات الشبابية بشتى أنواعها، مثل ما شفتوا اليوم في حلقتنا المميزة تعرفنا على التغيير في الحياة إلى الإيجابية مع مدرب المعتمد بدر الياكوت، وأيضا تعرفنا مع ضيفنا اليوم المصور المحترف عيسى الجدي، وتعرفنا على التصوير الفوتوغرافي وأيضا التصوير الجوي. جدا كانت حلقة مميزة وجدا استمتعنا بجميع ضيوفنا اليوم في حلقة شباب قول وفعل، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.